أهلا بكم. الإنجاز الأمني السياسي المتمثل بإطلاق المواطن الكويتي عصام الحوثي من خاطفيه في بعلباك مساء أمس، والذي تجندت له الدولة برؤسائها الثلاثة، أثمر رسائل شكر من أمير دولة الكويت الشيخ صباح الأحمد الصباح للرؤساء على جهودهم التي بذلوها لإطلاق سراح الحوثي. تولى نقلها سفير الكويت في بيروت، ولا سيما للرئيس بري الذي أوفد بسام طلايس من قبله إلى منطقة الخطف، وأشرف بنفسه على كل الجهود التي أدت إلى الخاتمة السعيدة. من جهته، شدد رئيس الجمهورية على وجوب استمرار التحقيقات والملاحقات القضائية وكشف الفاعلين والقائمين بأعمال الخطف، معتبرا أنهم لن يتمكنوا عاجلا أم آجلا من الاستمرار في التواري من وجه العدالة والقانون. قضائيا، تابع قاضي التحقيق العسكري الأول تحقيقاته في قضية الوزير والنائب السابق ميشيل سميحة، فاستمع إلى إفادة شاهدين هما مرافق سميحة وسائقه. كما التقى المحامي صخر الهاشم موكله الموقوف سميحة في مقر الشرطة العسكرية وبحث معه في ملف القضية. إلى ذلك، ذكرت معلومات صحفية أن اجتماعا عقد في الساعات الأخيرة بين مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية صقر صقر وقاضي التحقيق العسكري الأول رياض أبو غيدة، تناول تقويما لملف التحقيق القضائي الجاري مع سميحة. وأفادت المعلومات أن قرارا سيتخذ في الأيام القريبة بشأن احتمال إصدار مذكرة توقيف بحق مدير الأمن القومي في سوريا اللواء علي مملوك والعقيد السوري عدنان مجهول باقي الهوية. وبعيدا عن القضاء، كان القدر الأسود بالمرصاد لعمال سوريين كانوا قادمين إلى لبنان، فاصطدمت حافلتهم بحاجز إسمنتي على طريق المصنع، ما أدى إلى وقوع 19 جريحا توزعوا على مستشفيات المنطقة. أمنيا، أفيد عن جرح 3 عمال سوريين في منطقة مشاريع القاع إثر سقوط قذيفة على المزرعة التي يعملون فيها، وذلك خلال تبادل لإطلاق النار على الحدود اللبنانية السورية بين عناصر من الجيش السوري الحر وحرس الحدود السوري. نبدأ النشرة من التطورات القضائية في ملف الوزير السابق الموقوف ميشيل سميحة مع مندوبنا إلى محيط المحكمة العسكرية فراس حتوم. فراس، تفضل، دعنا في آخر التطورات في هذا الملف. نعم، بالفعل عبير، كما ذكرت في المقدمة، مقدمة النشرة، فإن قاضي التحقيق العسكري رياض أبو غيدة استمع اليوم إلى إفادة شخصين بصفة شهود استدعاهما والاستمع إلى إفادتيهما، هما مرافق وسائق النائب والوزير السابق ميشيل سماحة، وهما علي الملاح وفارس بركات. طبعا فارس بركات كان قد أوقف في بداية القضية أثناء توقيف الوزير سماحة وحقق معه لحوالي 7 أو 8 ساعات، ومن ثم أخلي سبيله، واليوم أيضا استدعي مجددا إلى التحقيق. طبعا لا ندري أسباب إعادة استدعائه، ولكن ربما للاستيضاح عن بعض الأمور أو للتوسع في التحقيق، علما أنه أيضا بعد انتهاء التحقيق غادر علي ملاح وغادر فارس بركات من دون أن يكون هناك أي تهمة وجهت لهما، بمعنى أنهما لا زال حتى ساعة أقل يستمع إلى إفادتهما بصفتهم شهود شاهدين وليس بأي صفة أخرى. عدا عن ذلك، أيضا محامي الدفاع عن الوزير والنائب السابق ميشيل سماحة صخر الهاشم هو من ضمن فريق الدفاع. طبعا هناك محامون آخرون بينهم المحامي مالك سيد وأيضا يوسف فنيانوس، هما أيضا من ضمن لجنة الدفاع، ولكن المحامي الذي التقاه اليوم هو صخر الهاشم واستمع إليه ووضعه في أجواء التطورات التي طرأت على القضية. وسيكون هناك اجتماع أيضا عند الساعة 3 من بعد الظهر كما علمنا لمحامي الدفاع عن وزير سماحة لدرس كل مستجدات هذه القضية، خصوصا أنه سيكون هناك كما في البداية ولكن أيضا سيتم تفعيل هذا الأمر أكثر، سيكون هناك تركيز من قبل فريق الدفاع على موضوع التسريبات الإعلامية. وآخر هذه التسريبات ما نشر أمس في صحيفة الجمهورية بشأن محضر التحقيق مع الوزير سماحة بعيدة توقيفه، سيكون هناك ربما طرح لتساؤل بشكل واضح عن ما إذا كان عن سبب هذا التغاضي عن مسألة التسريبات، خصوصا وأن الجهة التي قامت بتوقيف الوزير سماحة وحققت معه وهي فرع أو شعبة معلومات معروفة، وهي الوحيدة التي تملك محضر التحقيق هذا، وبالتالي فإن تسريبه بحسب مصادر محامية
الدفاع واضح انه من قبل فرع المعلومات، لذلك تستغرب يعني يستغرب فريق الدفاع عدم قيام اي محاسبه جديه بهذا الخصوص، لا من وزير العدل شكيب قرطباوي ولا من مجلس الوزراء ولا على الاقل تحقيق داخلي. يعني طبعا يستبعدون هذا الامر ولكنهم يعتبرونه انه دليل على تسريب على اعلى مستويات من قبل فرع المعلومات ومتعمد لمحضر التحقيق، ويقولون ان دليل هذا انه لم يتم يعني لم يرف جفن لاي شخص في فرع المعلومات او في الدوله على مساله التسريب الواضح لمحضر التحقيق. باي حال اذا يعني سنكون بانتظار هذا الاجتماع الذي سيعقد عند الثالثه كما ذكرنا من بعد الظهر بين محامي الدفاع، وربما سيصدر بعد انتهاء هذا الاجتماع بيان او سيكون هناك تصريحات صحفيه للمحامين لشرح تطورات القضيه. عبير، نعم بالطبع سوف نعود اليك مع اي جديد. الزميل فراس حطوم، شكرا لك. حادث سير على طريق المصنع يوقع 19 جريحا سوريا. هربوا من مصير أسود في حلب ليكون القدر بانتظارهم عند الحدود اللبنانية السورية، فقد سقط 19 جريحا نتيجة فقدان سائق حافلة سورية سيطر على حافلته على طريق المصنع. الحافلة التي كانت تقل عمالا مع عائلاتهم وعددهم 25 شخصا جميعهم من ريف حلب قادمين إلى لبنان بعد انتهائهم من عطلة عيد الفطر، اصطدمت بالحاجز الإسمنتي الموضوع عند نقطة الجمارك اللبنانية. حالات المرضى تتراوح ما بين حالات خفيفة ردود وجروح خفيفة إلى حالات صعبة، كان أصعبها الطفل اللي موجود حدنا هلأ هون، هو عنده ردة قوية على البطن أدت إلى انفجار بالطحال وكسر بمنطقة الحوض، أدى إلى جروح في قسم اليوريثرا والمبولة ونزيف داخل البطن، وعندنا حالات تانية ممكن كمان تكون صعبة عبارة عن جروح غميقة وكسور في العظام الأطراف. جاي من سوريا لا نشتغل هون ترزق الله. قام احنا جايين قبل الحدود اللبنانية بشي 100 متر ما عاد في فرن بالباص. قام غلبنا. الباص كان ما فيه فرن. ما كان في فرن. لأني ما جينا من طريق الشافعي عطلة رحت الكوليات. وقت وصلنا هون قام فلت مع الفرن ما بقى يظبط يعني الطاول. إشارة إلى أن الجرحى توزعوا على مستشفيات شتورة وزحلة. إطلاق سراح المخطوف الكويتي في بعلبك عصام الحوتي بوساطة الرئيس بري ومن دون فدية. نجحت الجهود الأمنية والسياسية في إطلاق المخطوف الكويتي عصام ناصر الحوتي بعدما كان خطف السبت الماضي من أمام منزله في منطقة حوش الغنم في بعلبك. الحوتي كان قد جاء إلى لبنان في زيارة لأهل زوجته اللبنانية فوزية مع ابنته حنان، وفور إطلاق سراحه أجرى الحوتي اتصالا برئيس مجلس النواب نبيه بري شاكرا له الجهود الكثيفة التي بذلها للإفراج عنه، كما شكر الأجهزة الأمنية وكل من ساهم في الإفراج عنه لا سيما أبناء المنطقة. كما تلقى المحرر الكويتي اتصالا من رئيس الحكومة نجيب ميقاتي مهنئا بسلامته بعدما تبلغ ميقاتي من وزير الداخلية مروان شربل خبر إطلاقه. وعقد عضو الهيئة التنفيذية لحركة أمل بسام طليس مؤتمرا صحفيا ليلا في منزله في بريتال، تحدث فيه الحوتي عن عملية الخطف. ما قدر علي، اجوا ثلاثة وعم بضربوني على راسي وعلى كتفي وصرت بعيد، بعدين شفت الشيخ عنا شيخ ساكن معنا، من شفته طلع وصار يحكي هون، ارتحت انه في حدا يعني شافني، بعدين فتت خلاص سلمت امر لانه صاروا سبعه. قالوا انت ارهابي للجيش الحر وانت تمولهم بالسلاح، وطبعا مع شتيمه مين اللي عم تمول ومين وذكر اسماء، ما بدي اقول الاسماء. وبعدين قلت لهم ما لي خاص بالهذا، انا كويتي جاي سياحه مع مراتي بالعيد، جاي بنتي ومراتي عند اهلها. وبعدين خلصت هالقصه، صاروا يقولوا مصاري، انت عارفين ان عم ببني بطليه، انت عندك مصاري وما بعرف شو. بعدين صار يشتمون وضرب على راسي، نزل طبعا سدحوني بالسيارة. من جهته أكد طليس أن أي فدية لم تدفع لإطلاق الحوطي، عازيا تحريره إلى ضغط مورس واتصالات كثيفة. نتيجة ضغط الناس، ضغط الفعاليات، ضغط القوى الأمنية والعسكرية، ضغط السياسي اللي حصل، بعتقد أنه الخاطفين وصلوا لمطرح ما قادروا عادرين يحموا، لا يحموا حالهم ولا يحموا. وبعد المؤتمر انطلق الكويتي المحرر إلى بيروت للقاء سفير بلاده عبد العال القناعي من دون أن يعرف شيء عن الجهة الخاطفة.
رئيس الجمهورية يتسلم رسالة من أمير الكويت ويشدد على وجوب استمرار التحقيقات والملاحقات القضائية ضد الخاطفين في لبنان. شدد رئيس الجمهورية العماد ميشيل سليمان على وجوب استمرار التحقيقات والملاحقات القضائية وكشف الفاعلين والقائمين بأعمال الخطف في لبنان، معتبرا أنهم لن يتمكنوا عاجلا أم آجلا من الاستمرار في التواري من وجه العدالة وتاليا من تأدية الحساب على أفعالهم، كما حض في الوقت نفسه على تكثيف العمل في اتجاه إطلاق سائر المخطوفين وإعادتهم إلى ذويهم. رئيس الجمهورية هنأ بإطلاق المواطن الكويتي عصام الحوطي معربا عن أمله في خلال استقبال سفير الكويتي لدى لبنان عبد العالي القناعي في ألا تؤثر هذه الحادثة على العلاقة القائمة مع الكويت التي كانت دائما إلى جانب لبنان، محملا السفير القناعي تحياته إلى أمير الكويت. وكان السفير الكويتي نقل إلى رئيس الجمهورية تحيات أمير الكويت والشكر للذين ساهموا في إطلاق المخطوف الحوطي وفي طليعتهم رئيس الجمهورية، مؤكدا أن ما حصل لن يؤثر على العلاقات الوطيدة القائمة بين البلدين منذ عقود. وتلقى الرئيس سليمان رسالة من أمير الكويت شكر له الجهود التي بذلت لتحرير الكويتي. هذا الموضوع بحثه رئيس الجمهورية أيضا مع وزير الداخلية والبلديات مروان شربل، وطلع منه على المفاوضات الجارية في شأن إطلاق المخطوفين اللبنانيين 10 في سوريا. كما اطلع الرئيس سليمان من المدير العام للأمن العام لواء عباس إبراهيم على الوضع الأمني على المعابر، إضافة إلى المعلومات والمعطيات المتوفرة في شأن بعض الملفات الأمنية المطروحة. وزير العدل شكيب قرطباوي أكد من السرايا الحكومية أن الاستنابات القضائية باتت اليوم على عاتق القوى الأمنية التي يجب أن تنفذها. والنائب سيمون أبي رميا نقل عن الرئيس نجيب ميقاتي اطمئنانه إلى ضبط الأوضاع الأمنية. تابع رئيس الحكومة نجيب ميقاتي مع وزيري الداخلية مروان شربل والعدل شكيب قرطباوي الاتفاقات المبرمة بين لبنان وعدد من الدول لجهة تصحيح بعض بنودها ووضع النصوص التي تتلائم وقوانين الدولة اللبنانية، تمهيدا لإحالة هذا الملف على مجلس الوزراء لاتخاذ القرار المناسب. وفي هذا الإطار رأى قرطباوي أن النيابات العامة في كل المناطق اللبنانية قامت بما يجب عليها القيام به لجهة تسطير الاستنابات القضائية، وبالتالي فإن الأمر بات على عاتق القوى الأمنية التي يجب أن تنفذ هذه الاستنابات. وفي ملف المخطوفين اللبنانيين في سوريا أكد وزير العدل أن هذا الأمر موضع متابعة هادئة بعيدا عن الإعلام من أجل مصلحة المخطوفين وإعادتهم سالمين إلى عائلاتهم، معتبرا أن الطريقة التي تم اتباعها أكدت صوابيتها. وعقب الإفراج عن المواطن الكويتي عصام ناصر الحوطي، زار السفير الكويتي في لبنان عبد العالي القناعي الرئيس ميقاتي شاكرا إياه على الجهود التي بذلها في سبيل إطلاق سراح الحوطي. النائب سيمون أبي رميا من جهته نقل عن ميقاتي تأكيده أنه مطمئن إلى ضبط الأوضاع الأمنية على الرغم من الشوائب التي تسود هذه الأوضاع. ومن زوار السرايا الحكومية الوزير السابق ناصر السعيدي وسفير لبنان لدى فرنسا بطرس عساكر، إضافة إلى نقيب المحامين الأسبق في طرابلس رشيد درباس. قبيل قمة عدم الانحياز التي من المقرر انعقادها في طهران في 30 من الجاري، وزراء خارجية دول عدم الانحياز يدرسون وثيقة قدمها خبراؤهم وتؤكد عدم التدخل الأجنبي في سوريا. أكد مشروع البيان الختامي لقمة عدم الانحياز أهمية اتفاق الدوحة ودعوة الرئيس ميشيل سليمان للحوار الوطني، وشجب بقوة عدوان إسرائيل على لبنان عام 2006 وخرقها المستمر للسيادة اللبنانية، ودعم حق لبنان في استعادة أراضيه المحتلة في شبع وكفر شوبة والغجر تطبيقا للقرار 1701، كما دعم حق لبنان بمياهه ونفطه ومصادر غازه، ودعا إلى حوار أمريكي سوري، ورحب البيان بمهمة الأخضر الإبراهيمي ودعا الجهات السورية لتسهيل مهمته، وشجب أيضا العقوبات الأمريكية على سوريا، كما شجب حملة المستوطنين على الفلسطينيين في الأراضي الفلسطينية والقدس الشرقية، وطالب إسرائيل بالرفع الفوري لحصار قطاع غزة الإنساني. وكانت انطلقت في طهران أعمال القمة باجتماع على مستوى وزراء الخارجية لدول حركة عدم الانحياز، تخلله تسليم رئاسة الحركة من مساعد وزير الخارجية المصري رمزي عز الدين رمزي إلى وزير الخارجية الإيراني علي أكبر صالحي، الذي شكر لمصر دورها في دعم إيران بالتحضيرات لهذه القمة.
أود أن أغتنم هذه الفرصة لأعبر عن تقديري لوزير الخارجية المصري محمد كامل عمر لما قامت به جمهورية مصر العربية في رئاستها لحركة عدم الانحياز، وللدعم الذي قدمته مصر لإيران في الأعمال التحضيرية لعقد هذه القمة. هذا وكان سكرتير اجتماع خبراء الدول الأعضاء في الحركة مهدي أخوان دزادة أشار خلال تلاوته مسودة البيان الختامي التي صدرت عن اجتماع الخبراء إلى أن البيان أكد عزم الحركة على استغلال جميع الإمكانات لحل الأزمة السورية بالطرق السلمية، مشددا على ضرورة احترام سيادة الدول وعدم استغلال الثورات التي تشهدها بعض البلدان للتدخل في شؤونها. الوثيقة تؤكدت رفض أي تدخل أجنبي في سوريا ودعت إلى دعم الإصلاحات ووقف العنف، وقد استنكر المجتمعون الخطوات الأحادية لبعض الدول بحق دول أخرى. هذا وكان تحدث على هامش المؤتمر وزير الخارجية اللبناني عدنان منصور ونائب وزير الخارجية السوري فيصل المقداد. أن مواطنا في سوريا يطالب الولايات المتحدة والناتو بغزو سوريا، هذه مسائل تثير إشارات استفهام وتعجب كثيرة حقيقة، لكن نحن نقول أن كل القوى الراغبة بأن تساهم في هذا الحوار الوطني والمؤهلة لذلك والتي لديها حجم دعم جماهيري أيضا مقبول يمكن أن تكون مشاركة طبيعية في مثل هذا الحوار. نحن منذ بداية اندلاع الأحداث في سوريا قلنا أننا نتمنى الاستقرار والأمن لسوريا، لأن الاستقرار والأمن في المنطقة لا يتجزأ، وأن ما يضير سوريا يضير لبنان ويضير المنطقة، ولذلك كنا مع الحل السياسي الداخلي، الحل السياسي ما بين أفريقيا المعارضة والقيادة السورية، وقلنا أن التدخل الخارجي في الشأن السوري يعيق الأزمة ويدخل سوريا في نفق مجهول ولا يساعد على الحل. وبالفعل يعني تطور الأحداث في سوريا كان تطورا دراماتيكيا مؤلما لسوريا، لشعب سوريا، للقيادة السورية وللمنطقة، خاصة وأن هناك تدخلا في الشأن السوري أصبح ملموسا ومعروفا ولا يمكن أن نتجاهله، التدخل عن طريق إدخال السلاح أو الأموال أو تدخل عن طريق الإعلام. وعلى هامش الاجتماع أيضا أكد وزير الخارجية العراقية هشيار زيباري تأييد بلاده لكل المبادرات العربية والدولية لحقن الدماء في سوريا وإيجاد حل سياسي للأزمة، وأوضح أن العراق ينطلق من مصالحه الوطنية في النظر إلى الأزمة السورية. عشرات القتلى في سوريا معظمهم في إدلب وريف حماة، ووزير الخارجية وليد المعلم يتهم واشنطن بدعم مسلحي المعارضة. في وقت يتواصل القصف الجوي على مدينة حلب، تحدثت معلومات صحفية عن سقوط أكثر من 60 قتيلا معظمهم في إدلب وريف حماة، كما يتابع الجيش السوري النظامي اقتحاماته ومداهماته لا سيما في حماة وإدلب وريف دمشق. هذا وأفيد عن انفجار سيارة عسكرية في جرمانة في ريف دمشق ومقتل من فيها. تزامنا استمر تدفق الأسلحة إلى المعارضة، حيث أظهر شريط فيديو وزعته وكالة رويترز مسلحين يتلقون دفعة جديدة من الأسلحة والذخيرة في مدينة حلب، كما برزت في الشريط دبابات قال الثوار إنهم استولوا عليها من الجيش النظامي. سياسيا اتهم وزير الخارجية وليد المعلم في مقابلة نشرتها صحيفة دي اندبندنت البريطانية، اتهم الولايات المتحدة بأنها اللاعب الرئيس في تشجيع مقاتلي المعارضة على محاربة نظام الرئيس بشار الأسد، معتبرا أن الأمريكيين يستخدمون سوريا لمواجهة النفوذ الإيراني في الشرق الأوسط. من جانبها طالبت الخارجية الأمريكية المعارضة بتنظيم صفوفها بشكل أفضل قبل البدء بتشكيل حكومة مؤقتة، وذلك ردا على ما أعلنه الرئيس الفرنسي فرانسوا أولاند أنه سيعترف فورا بمثل هكذا حكومة. وقبل توجهه إلى الصين في زيارة رسمية، قال الرئيس المصري محمد مرسي في مقابلة مع وكالة رويترز إنه آن الأوان لكي يقف هذا النزيف ولكي ينال الشعب السوري حقه كاملا ولكي يذهب من المشهد هذا النظام الذي يقتل شعبه. من
من جديد أهلا بكم. رئيس جمعية سوليد غازي عاد أكد أن خروج المواطن يعقوب شمعون من السجون السورية في الفترة الأخيرة أكبر دليل على أنه ما زال هناك معتقلون لبنانيون في سوريا. وأشار عاد في اتصال مع برنامج الحدث إلى أن اسم يعقوب شمعون لم يكن مدرجا على اللائحة التي تملكها الجمعية والتي تحتوي على 600 اسم، ما يعني أن عدد المعتقلين اللبنانيين في سوريا قد يفوق هذا الرقم. خروج يعقوب شمعون يؤكد المعلومات اللي كنا دائما نطرحها ونقولها، انه في لبنانيين، وخبريه يعقوب وخروجه من بعد 27 سنه يؤكد ينفي مقوله ما يشاع في لبنان انه ما بقى في حدا على قيد الحياه. ما زلنا نحن عم نتابع، نحن وكل الجمعيات المهتمه بالموضوع والمجتمع المدني، عم نضغط على الحكومه اللبنانيه لتقديم المرسوم الذي ينشئ الهيئه الوطنيه لمعالجه هالملفات. نعم، رفعتوا طلب الى وزاره العدل او انتم في صدد رفع هذا الطلب؟ وصلنا مع معالي الوزير شكيب الطفاوي، وعدنا انه هو راح يقدم المرسوم للحكومه، وما زلنا حتى الساعه بانتظار تقديم المرسوم وتشكيل الهيئه. رأى النائب أحمد فتفت أن الحل الوحيد لأزمة طرابلس هو بإعطاء الجيش اللبناني مهمة نزع السلاح المدينة، معتبرا أن ذلك يتطلب قرارا جريئا من الحكومة وموافقة الحزب العربي الديمقراطي. كلام فتفت جاء في حديثه لبرنامج الحدث. الجيش بحاجة لغطاء سياسي كبير من الحكومة، بحاجة لقرار. هل الجيش معه القرار؟ مش بس يرد، رد على إطلاق النار ما بيأدي نتيجة. يعني في قناص عم يقوس، عم بيني من أوس كان ضرب حده أو عليه بيهرب، انتهى الموضوع، معناتها بيرجع بيقنص من بنيتين. بس بعد ما عنده الغطاء الكافي برأيك، يعني مع كل الكلام السياسي اللي عم نسمعه والدعم المطلق، بده قرار من الحكومة؟ طب في قرار سابق بدعم مهمة الجيش بشكل مطلق؟ شو مهمته؟ بدنا نفسر شو مهمته. لحديت هلأ مهمته وقف إطلاق النار والرد على أي إطلاق نار، هذا ما بيكفي. المطلوب أن يعطى الجيش مهمة نزع سلاح المدينة، أن يعطى الجيش، لأنه إذا ما نزعنا سلاح المدينة معناتها الجمر عم يدل تحت. نزعه كيف؟ بأي طريقة يعني؟ بالقوة؟ طبيعي، مثل ما اثبت الجيش بالزهريه من بمنطقه لما قال الموري اطلقوا النار على الجيش، خلال دقائق نزل كل الموجودين المسلحين واستولى على اسلحتهم. الجيش قادر وبدون خسائر، قادر الجيش اذا انعطى امر انه، ولكن بالتوازي بده ينعطى امر حتى يقنع كل الاطراف بالتوازي، بيصير سحب سلاح من مدينه طرابلس ومن جبل محسن. هيدي الطريقه الوحيده لنقدر نعمل فعلا نوع من حاله ترجع تسمح للمدينة ترجع تعيش. المدينة عم تموت فعلا، المدينة عم تموت بكل أطرافها. بعدما يشبه القطيعة بين الرابي وحارة حريك، زار ليلى أمس وفد من حزب الله ضم المعاون السياسي للأمين العام حسين الخليل ورئيس وحدة الارتباط والتنسيق وفيق صفا العماد ميشيل عون، الذي استقبل اليوم وفدا من حركة أمل. وفد من حركة أمل برئاسة نائب علي بزي زار العماد ميشيل عون موجها إليه دعوة للمشاركة في الاحتفال الذي يقام في النبطية لمناسبة ذكرى تغييب الإمام موسى الصدر. بزي قال بعد اللقاء إن اللقاء كان مناسبة للتداول في القضايا والتحديات على مستوى المنطقة ولبنان، وكانت وجهات النظر متطابقة في كل المواضيع السياسية. هدف الزيارة يتمحور حول توجيه دعوة من قبل قيادة حركة أمل للجنرال عون وللتيار الوطني الحر المشاركة بمناسبة ذكرى إخفاء الإمام. أكيد بهذا اللقاء تم التطرق إلى كثير من العناوين والقضايا. نحن وجهة نظرنا فيما يتعلق بالحكومة عبرنا عنه بأكثر من مجال بأكثر من مكان. نحن ربما انتقاداتنا للحكومة تختلف كليا عن انتقادات الآخرين للحكومة. نحن ننتقد من أجل تصحيح الأداء، من أجل إعطاء ديناميكية أوسع وإنتاجية أكثر وأفضل. بالعكس، نحن شايفين أنه هذه الحكومة يجب أن تستمر، ولكن يجب أن تستمر ويكون في إنتاجية ويكون في عمل أكثر بكثير من الفترة السابقة اللي مرقت. وعن استقبال عون ليل الاثنين وفدا من حزب الله، لفتت مصادر المجتمعين إلى أن أجواء اللقاء كانت إيجابية جدا وشهدت تثبيتا لطي صفحة التوتر الماضية واتفاقا على عناوين رئيسية للمرحلة المقبلة.
اعتبر مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ محمد رشيد قباني أن عملية الخطف والخطف المضاد التي تحصل في لبنان في أي قضية للضغط والضغط المقابل لحل قضية ما هي طريقة غير إنسانية ومخالفة للقيم الدينية. قباني الذي تلقى دعوة من رئيس الجمهورية للمشاركة في لقاء قداسة البابا في القصر الرئاسي نقلها إليه مستشار رئيس سليمان لشؤون المراسم والعلاقات العامة السفير مارون حيمري. أهلا بكم مجددا. شن الطيران الحربي الإسرائيلي فجر اليوم غارات استهدفت موقعين أمنيين تابعين لحركة حماس في شمال قطاع غزة، ما أسفر عن إصابة 3 فلسطينيين بجروح. ووصف مصدر عسكري إسرائيلي الهدفين بأنهما موقعان لتصنيع وتخزين الأسلحة، وقال إنهما قصفا انتقاما من هجمات بصواريخ شنت مؤخرا من القطاع على الكيان الإسرائيلي. وقالت مصادر فلسطينية إن طائرات الاحتلال قصفت بخمسة صواريخ على الأقل موقع المخابرات العامة السابق المعروف باسم السفينة شمالية مدينة غزة، ما أدى إلى أضرار مادية كبيرة وإصابة شخص بجروح طفيفة. من جهتها قالت حماس إن القصف شنته طائرات عسكرية وسفن للبحرية الإسرائيلية واستهدف مجمعين في مدينة غزة. وذكرت مصادر طبية أن امرأتين في منازل مجاورة أصيبتا بجروح من جراء الحطام المتطاير. انعكاس الأوضاع في سوريا على الأردن وخصوصا ما يتعلق باللاجئين الفلسطينيين في رسالة لمراسلنا معا أبو دلو. تناقلت الصالونات السياسية في الأردن الحديث عن ضرورة تدخله عسكريا بسوريا، فيما رأى جانب آخر استحالة هذا القرار. المصادر والأنباء أفادت أن صاحب القرار الأردني استمع لتقديرات محددة وواضحة للغاية في هذا الصدد من أهم ثلاثة مؤسسات عسكرية رسمية التي قدرت أنه من الخطر الكبير على الأردن أن ينهار النظام السوري، ناهيك عن مشاركته في ذلك الانهيار. وتأتي مخاوف الأردن أيضا من احتمالية تهجير 400 ألف لاجئ فلسطيني موجودين في سوريا، ومن احتمالية تردي الأوضاع الأمنية في المدن والبلدات الأردنية. نحن لا نريد ولا نرغب ولا نتمنى بأن يصبح الأردن يعني مكان لتجميع اللاجئين الفلسطينيين في دول الشتات. يكفينا ما عندنا من لاجئين فلسطينيين وحملهم الثقيل، ونحن نريد للاجئين الفلسطينيين أن يعودوا إلى ديارهم لا أن ينتقلوا إلى الأردن. الأردن واضح، الأردن يستضيف عدد كبير من اللاجئين الفلسطينيين كما تعلمون، بعضهم اكتسب الجنسية الأردنية صحيح، بعضهم لا يكتسب الجنسية الأردنية، لكن موضوع اللاجئين السوريين في أي بلد عربي استخدامه كورقة ضغط على الأردن استخدام قاتل للقضية الفلسطينية وليس للأردن فحسب. ويضاف إلى المخاوف الأردنية خشيته من انتصار التيارات الدينية على النظام السوري، ما يشكل دافعا لنظيراتها الأردنية للقيام بثورة مماثلة. الموقف الأردني موقف متردد غير محسوم، ولا يستطيع الأردن أن يتدخل بمعزل عن إرادة دولية. لو كانت هنالك إرادة دولية لكان الأردن طرفا فيها، لكن في غياب الإرادة الدولية الأردن يهم استقرار الوضع عنده ومعالجة مشكلة اللاجئين السوريين المتفاقمة يوما بعد يوم. قدر الإمكان يعني بدنا نبعد عن الشر ونغني له، باختصار نريد أن نحمي الأردن ومصالح الأردن من أي عبث أو مغامرة أو من ردات فعل في لحظة سياسية يفتقد العقل والمنطق مكانته. على الطرف الآخر يبدو رجال الصف الأول السياسي الأردني أكثر انفتاحا على فكرة التدخل العسكري، حيث تناقلت مصادر مطلعة أن عددا كبيرا منهم يتحدثون حول احتمالات ذلك التدخل باستسهال واضح، معتمدين على الضعف الواضح لقوات النظام السوري، ولكن رأيهم تراجع أمام رأي المؤسسات العسكرية والأمنية. معنا أبو دلو، تلفزيون الجديد، عمان. بصوتها الملائكي نقلت السيدة ماجدة رومي 5000 شخص إلى عالم من سلام وحب في مواجهة الحرب والفتنة في مهرجان البترون. تقرير للزميل شادي خليفة.
بشكر ربنا على أنه أعطانا النعمة أنه نقدر نعمل هالحفلة ونطلع فيها بالأخير. كانت الظروف صعبة بالأيام القليلة الماضية، وكنت عم بسأل بتصير ما بتصير هالحفلة. نشكر الله على هالنعمة أنه قدرنا نقاوم هالهجمة الشرسة علينا بالخير بالحب بالسلام بالأغاني بالفرح، نهدي للناس ونشارك الناس فيه. هاي نعمة كتير كبيرة. أكيد بهمني أني أقدم الأغاني الجديدة تبعولي، بس قلبي على لبنان وأملي أنه إرادة الحياة بالنهاية هي اللي تنتصر، وأنه يكون نصيب اللبنانية بعد طول معاناة عمر معاناة يكون راحة البال يا رب. بعض ايدك على قلبك. ايدي على قلبي بعرف، لانه في شر مسلط علينا، صار له مسلط علينا من ال 75. نحن ناس معرضين، بس بايماني انه اللبنانيه قدها وقدود مثل ما بيقولوا، انه اصعب من اللي صار ما رح يصير. نحن ثابتين بهالارض ومستمرين شو ما صار. اذا يعني مراهنين على تيئيسنا، بفتكر عاملين دوره مغاوير نحن. هاي نيتي اني نادي بالسلام. يعني انا في ناس بتقلي انه انت هيدا نوع من حلم عم تحكي فيه. لا 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 لا, لا. روح على كل بيت لبناني اساله شو بدك، بقول لك السلام وتركني انا بتصرف. معناته انا عم بتبنى وجهة نظر الناس، انا منهم، انا من دموعهم، انا من ألمهم، انا من وجعهم، انا بنتهم، انا اختهم، انا صديقتهم، انا متألمة مثلهم، انا قدهم. طالب السلام. وختم نشرة مع لقطة اليوم. حد الأدنى من دون فاتورة، من دون وصفة، لحتى عم تتأمر الكهرباء علينا وعليك مع الوز. من حالة قصة الميومي بعدكم عم تشتغلوا فيها؟ وزارة الطاقة وكل الطاقات. أبرز ما جاء في هذه النشرة: 19 جريحا سوريا في اصطدام حافلتهم عند المصنع. بس كان ما في فرين. ما كان في فرين. لأني ما جينا من طريق الشافع طلع رحت الكوليات. وتابعتم الحوطي عقب إطلاقه. انترهابي للجيش الحر، وانت تمولهم بالسلاح وطبعا مع شتيمه. في طهران انطلاق قمه عدم الانحياز باجتماع وزاري. شكرا للمتابعه والى اللقاء.